اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش برجر بثلاث انواع جبنه. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الساندويتش. المكونات: برجر، زبده، جبنه تشادر مبشوره، جبنه موتزاريلا مبشوره، جبنه تشادر حمراء صوابه، وحلقات طماطم، عيش كايزر. هنسخن شويه زيت على الجريل خفيفه بس كده عشان نسوي البرجر. بعد كده نجيب عيش كايزر ندهنه بالزبده. هنحط العيش على صينيه في عليها ورق زبده. هنحط حواليه التشيدر. حطينا التشيدر والموتزاريلا. نحط البرجر. بعد كده التشيدر الاحمر. بعد كده شريحة طماطم والعيش مدهون زبدة وندخله الفرن. أول ما الجبنة تسيح نطلع الساندوتش ونقدمه. كده الجبنة ساحت، هنطلع الساندوتش بالظبط الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن تقدم كده زي ما هو عشان خاطر نستمتع بالجبنه. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش برجر بثلاث انواع جبنه، ساندوتش وحاجه ساقعه. بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير يوسفي بالفراوله. المكونات: يوسفي، فراوله، عصير مانجا، عصير برتقان، وعسل للتحليه. نجيب الخلاط نحط الفراوله الاول. يوسفي، عصير المانجا، عصير البرتقال، والعسل. نقفل ونخلط. البذر هينزل طبعا بعد دقيقة كده. بعد كده نقدم العصير. تمام كده العصير بتاعنا جاهز، عصير فراولة باليوسفي، ساندوتش وحاجة ساقعة. بالهنا والشفا.